السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية وقصة جديدة من قصص المستبصرين لنور محمد وآل محمد. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نستعرض قصة لأخت تونسية لنور محمد وآل محمد. قصتها بها شيء دائما ما يمر به المستبصر لنور محمد وآل محمد، ألا وهو اولا استصعاب التشيع، استصعاب الشيعة، استصعاب انه انا انتقل من مذهب والى انه اصبح شيعي واصبح رافضي. الامر جدا صعب لان الاعلام بالتأكيد لعب دور على عقول هؤلاء. فنقول ونكرر انه الان يبث برنامج اسمه حيث نلتقي على قناة تلفزة وايضا على قناة الشيخ احمد سلمان في قناته على اليوتيوب. نتمنى منكم ان تشاهدونا للكل لجميع الاشخاص وليس فقط للشيعة وليس فقط للسنة، الكل نتمنى انه يتابع برنامج حيث نلتقي، لان الشيخ احمد سلمان يهدم هذه الخرافات التي تنسب الى الشيعة. لماذا اقول هذا الكلام؟ لان لما يستمع الشخص وتنهدم هذه الخرافات يصبح الامر اقلها أقيمت عليه الحجة وسمع للطرف الآخر المتمثل بالشيعة، فعندما يتشيع أو عندما يقرأ للشيعة يقرأ عن قناعة بأن الإعلام هو الذي ظلمهم. تقول إن صديقتي تشيعت وبمجرد ما تشيعت تم التضييق عليها، أنا لم أكن أتواصل معها، لم أكن أستسيغ أنه أتكلم معها، كيف تكون على حق، كيف تكون هي على صواب، بالتأكيد هي خطأ، أنا لا أستطيع أن أبحث، لا أستطيع أن أترك الصحابة، لا أستطيع ولا أستطيع ولا أستطيع. لكن هي شعلة بسيطة جدا في داخل الإنسان تنير له الطريق، تنير له الطريق عندما يبدأ بالبحث. تقول بدأت بالبحث فبدأت الأمور تتوضح أكثر وأكثر وتشيعت لنور محمد وآل محمد. نستمع إلى هذه القصة التي كانت في غرف البالتوك، الغرفة التي كانت وما زالت لها الدور الكبير بتشيع الناس لنور محمد وآل محمد. وأنا أنا هنا غرفة الحق علي. نستمع ونعقب، فخليكم مع الفيديو. وبعد حبيت أني أنطق بالشهادة وأعلن استبصاري في هذه الغرفة المباركة، فأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا ولي الله. أنا بصراحة لم أكن لأختار يوما، معناتها يوم أعز وأقرب من هذه الأيام المباركة لأعلن استبصاري، والحمد لله كان بمساعدة أحد الأخوة المستبصرين هنا في الغرفة موجود الآن يستمع إلي، فجزاه الله عني كل خير. في بدايتي أنا سأقول تجربتي، يعني كيف كانت. شكرا لكم، شكرا. بداية تجربتي كانت صديقتي كانت سنية فتشيعت، وكنت أسأل نفسي ما الذي دفع، برغم أنها كانت من السنة المتشددين، يعني محافظة جدا ومتمسكة بالدين أكثر مما تتصورون، ولكن فجأة أصبحت شيعية وكانت بالنسبة لي بمثابة الصدمة بصراحة. فهي صديقتي المقربة وكنا من أحسن الأصدقاء. بإعلان تشيعها وهي وعائلتها، بالطبع العائلة منعوني من أن أتواصل معها، ولكن كنا في الخفاء نتصل عن طريق الهاتف أو عن طريق المسنجر، يعني نتواصل، وكانت ترسل لي بعض المعلومات حول آل البيت، وكنت بصراحة أرفض، يعني أكون صريحة معكم، أرفض السماع إليها، ولا حتى في بعض الأحيان بعض الإيميلات لم أقرأها حتى. كنت
أهرب أهرب ممكن من حقيقة، ولكن في يوم ما قلت ولماذا لا أسمع، لماذا لا أسمع لها، لماذا لا أقرأ، لماذا لا أعرف عن آل البيت، لماذا لا. فأصبح السؤال يتكرر في داخلي، من هم؟ فأنا بصراحة لا أجهل، أجهل كليا من هم آل البيت. عندما يقال لي آل البيت أقول عائشة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هم آل البيت غير ذلك. عندما حاولت صديقتي إيقاظي وقالت آل البيت ليس هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، حاولت أن أبحث، وكان بحثي بطبيعة الحال بما أني لست متطلعة في الدين ولست، كان سطحيا نوعا ما، إلى أن التقيت بأحد الإخوة المستبصرين هنا موجود في الغرفة، ودارت بيني وبينه نقاشات حول التوحيد، فرق بين التوحيد عند آل السنة وعند الشيعة، عند آل البيت. أنا أحب وأروم ذكر آل البيت أكثر، فأنا أحس بالقربة عندما أقول آل البيت. فكانت الحوارات، ثم كانت بعض المطالعات، ثم معناتها جازاني الله ربما لبحثي. فكانت رحلة قصيرة إلى دمشق، وكنت أول شيء أبحث عنه هو مقامات آل البيت في سوريا. كانوا الجميع الذين ذهبوا معي كانوا يتسوقون بين الأسواق، بين هذا السوق وهذا، وأنا كان همي الوحيد هو أن أزور مقامات آل البيت. وكانت أول زيارة لي الحمد لله السيدة زينب، وجلست هناك وأنا لا أعلم أصول الزيارة ولا أعلم أي شيء. أعلم الصوت واضح، إذا كان الصوت واضح تسمعوني؟ أيوة. فذهبت إلى مقام السيدة زينب، وبدون أن أشعر تملكتني رجفة، وكنت لا أتملك نفسي حتى الآن عندما أذكر. كانت الدموع تسابقني، لم أتحكم في نفسي وأنا في مقام هذه السيدة العظيمة يعني، ومقاصدتهم من مصائب، ولم أدري إلا وأنا ساجد في المسجد، أسجد في المسجد والبكاء وجسدي كله يرتجف، وأنا لا أعرف ماذا أقول ولا كيف أحيي هذه السيدة العظيمة، ولا فقط طلبت من الله، صليت وطلبت من الله، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وجنبني اتباعه. فقط هذه الكلمات كانت تتردد في فمي، ولم أعلم. ثم غادرت، وثم زرت بقية المقامات، ثم زرت مشهد وموضع رأس الإمام الحسين في حلب، نفس الحالة التي امتلكتني، وكنت أغالب الدموع وأنا أخفيها عن البقية الذين أتوا معي، فهم كلهم من السنة يعني. كنت أبكي وحدي مع داخلي، كان قلبي يبكي. ثم زرت المكان الآخر الذي أثر فيه كثيرا كثيرا، وهو مقام رؤوس شهداء كربلاء. ذلك المقام
أثر في كثيرا. كنت أقرأ أسماء الشهداء وبالفعل شعرت أني ظلمتهم برغم أني كنت أجهل، ولكني متعلمة. كان يجب أن أفتح عيني، وكان يجب علي أن أبحث، والحمد لله وفقت. وعندما عدت إلى تونس والحمد لله، عندما عدت إلى تونس كان قراري، كنت قد اتخذت قراري يعني وبدون رجعة. فأنا لست نفس الإنسان الذي كانت تجهل الكثير عن آل البيت. عدت والحمد لله، وكانت هذه الأيام أيام محرم يعني، أثرت بصراحة، أثرت في كثيرا. واتصلت بأخي يعني هو طلب مني أن لا أذكر اسمه لأنه أراد أن تكون لله خالصة يعني. واتصلت به وسألته ماذا علي أن أقوم لأكون من أتباع آل البيت، فقال أن تشهدي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا ولي الله. وها أنا أشهد بذلك من كل قلبي وبكل صدق، وأنا لا أطلب شيء سوى أن يتقبل الله مني هذا. والآخر ولكم المايك بالصلاة على محمد وآله. حياكم الله من جديد. طبعا نذكر يرجى متابعة برنامج حيث نلتقي. طبعا أنا كررت جدا كثير الترويج لبرنامج حيث نلتقي، يومين تقريبا ينزل مقطع فيديو أو بين يوم ويوم لتلخيص برنامج حيث نلتقي، لكن مع ذلك أكرر تابعوا برنامج حيث نلتقي حيث يتم هدم الخرافات التي تنسب إلى الشيعة بشكل أو بآخر من الإعلام الوهابي، لذلك تابعوا برنامج حيث نلتقي. طبعا تعقيبي بخصوص أني أنا دعوت الله في ضريح السيدة زينب وفي المقامات الشريفة، تعقيب بسيط هنا. عندما تكون النية خالصة وعندما تكون نيتك فقط وفقط هي أنه تفعل هذا الشيء قربة إلى الله تعالى، تفعل هذا الشيء فقط وفقط حتى تتقرب إلى الله، والله وبالله وهذا الشيء بالتأكيد ملموس، إن الله عز وجل سيهديك، سيوفقك، سيلهمك، سيبين بطريقة أو بأخرى لك الطريق، وسينير لك الطريق لأن تصل إلى الطريق الحق، وهو بالتأكيد طريق محمد وآل محمد. أيضا تقول شعرت بأني ظلمت أهل البيت عليهم السلام، وهذه رسالة كل من يقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام. يوم أمس وجهت رسالة إلى كريم شنيبة الذي يخرج في برنامج حيث نلتقي مع الشيخ أحمد سلمان، يقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام. فهنا جوابي وتعقيبا وربطا على موضوع هذه الأخت، بالتأكيد أنت ظلمت أهل البيت عليهم السلام، وكل شخص يقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام واتبع وأنا لا أتورى من أعدائهم، بالتأكيد هذا الشخص ظلم أهل البيت عليهم السلام. لكن العبرة بالذي يتوب، العبرة بالذي يعرف خطأ، العبرة بالذي يعرف أنه كان على خطأ وانتقل إلى وصحح هذا الخطأ. فنعم كلمة الأخت كانت جدا دقيقة، فنعم محبة أهل البيت عليهم السلام ومحبة الأعداء، محبة أعداء أهل البيت عليهم السلام محبة لا يمكن أن تجتمع، وهذا ظلم لأهل البيت عليهم السلام ولمكانة أهل البيت عليهم السلام. تتكلم عن البكاء، وبالتأكيد البكاء داخل هذه الأضرحة وداخل هذه إن صح التعبير هذه المقامات الشريفة، بالتأكيد ينوم على أن هذا قلب هذه الأخت هو قلب نقي وشريف وقلب حقيقة طلب الهداية فهداها الله عز وجل. هذا هو فيديونا وهذا ملخص اليوم، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة وقصص أخرى من قصص المستبصر للنور محمد وآل محمد وتلخيصات أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.